خوتنا المغاربة، السلام عليكم. خوتنا المغاربيين، السلام عليكم. أيتها الشعوب العزيزة التي تسمع هذا النداء وتفهم هذه اللغة، أهلا ومرحبا وسهلا بكم أينما كنتم وحللتم ونزلتم. المهم إخواني أخواتي، أنا كنت بغي نسجل لكم في الطبيعة، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، باسكو لأنه كي شوية الريح وبالتالي غادي يعكر صفوة المجهودات الفنية وجودة الإنتاج. قلت غادي نصور في السيارة. أجي نبداو بعدا بهذا المقطع هذا اللي سجلته بارح من التلفزيون المغربي، نعم، في نشرة الظاهرة بالأمس. شفت هذا المصيبة الكحلة هذا، فصخفت بالضحك وأغمي علي بالضحك، وقلت ضروري أن أتقاسم مع مشاهدي هذا المشهد المضحك. سمعوا أخوتي، هذا المسؤول هذا في مملكة الزاربة في زاربستان كيفاش كيهضر؟ هذا اخوتي مسؤول زاريبي، فهمتي كيفاش؟ والصحفيه في الدوزيب تتسولو، ها كتسقسيه، كتقول له كيفاش العلاقات مع المغرب، بريطانيا، الانجليز، المغرب كدا، فهمتي؟ ديك الزوبعه اللي عاملين اليوم في التلفزيون، قال لك بريطانيا تصفع البوليزاريو كدا، انتم عارفين قضيه. وادعي لك كيفاش غادي يجاوب. ادعي المستقبل جد 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 متفائل، احنا متفائلين بزاف لهاد العلاقه اللي عندنا مع المملكه المتحده، لانها كنحسوا بواحد الطلب، واحد الرغبه كيحسوا باش يتعاملوا معنا، واللي كيبين هذا الشيء المعرض ديال المكناس اللي مر في الشهر اللي فات، وكانت الدوله الشرفيه للمملكه المتحده، وحسينا بالوجود. حسوا كيحسوا بساكن القبول ديال الشركات ديالهم، متقبلين بزاف البضائع ديالنا، المنتوجات ديالنا، كيبغيوها وكيباغينا، واحد كتحس بواحد تتحس كيبغيونا، معنى كلمه كتحس بهم، واحد العلاقات الشراكه اللي عندها واحد المستقبل كبير بزاف. اليوم باغيين بعض المنتجات اللي مازال ماشي احنا ما راضيينش على العلاقه التجاريه اللي حتى الان اللي عندنا معاهم، ولكن عنده واحد المستقبل كبير كاين ان شاء الله. كيف كتشوفوا تطورت من بعد ما دخل اتفاق حيز التسويق ديالو في 2021 بس تحس هالندن، تتحس بلندن، هالندن هما كيبدلوا المنتجات المغربيه، كيبدلوا بها المنتجات اللي كيجيبوا من دول اخرى، وهذا هو اللي كيجعلنا بواحد الثقه، كيجعلك تحس مثلا الزيوت ولا الزيوت الزيتون السردين ما دخلناش السوق، لان ماشي ما دخلناش خوتيس بغيت تدخل، الانتاج ما عندناش بكثره في المغرب، ما باش نصدروا باش ما نزيدوش نطلعوا بغيت تصدر ولا الانتاج باش تتحس موجود. يكون عندنا الانتاج، الانتاج غادي يكون ان شاء الله، وغادي يكون الانتاج بجد مهم، فهادشي اللي جاي المستقبل كبير كاين ان شاء الله مع الدولة هذه. شكرا لك السيد رشيد بن علي رئيس الكونفدرالية المغربية للسلاح والتنمية. شير يا جنبس، اغرب لغة كيتكلموا بها المسؤولين هي اللغة اللي كيتكلموا بها المسؤولين المغاربة. نعم، شنو هاد اللغة هادي؟ تنحسوا، تنتمناو، تنحسوا، تنحبوهم، تنحسوا بهم تحبونا، غادي يحسوا بنا، تنحسوا بهم الاحساسات، حس بيا نحس بك، اهل هكذا تساق الابل يا ابل. شنو هذا التخربيق هذا؟ ها هذه الدبلوماسيه والحنكه، ها المسؤولين كيهضروا بالمعطيات، عندنا هذه غادي نبيعوها لهادو، عندنا هذه غادي نشريوها من عند هادو. هو تنحسوا بالمملكه البريطانيه تنحسوا بها تتبغينا، تنحسوا بالمملكه البريطانيه تتبغي المنتوجات تاعنا، الطاجن تاعنا، وتتبغي السفه تاعنا. شنو الزعتر الاسود؟ شنو هذا المصيبه؟ اي مستوى وصلتم اليه وانتم لا تشعرون؟ وهادشي كامل على ديك الخبر اللي قوزوه البارح، قال لك المحكمه البريطانيه تلغي الاتفاقيه كداش العيبه، وتنتصر للمغرب ضد الجبهه الوهميه كما يسمونها في تلفزتهم. غير تخربق اخوتي، غير تخربق. هاك يكذبوا عليكم. الدبلوماسيه المغربيه، دبلوماسيه زاربستان تعاني الويلات، وتعاني الازمات، وتعاني الضربات، نعم، من كل اصقع المعموره، فيما مشات كتاكل الدق. العالم باسره لم يعد يعبق بدبلوماسيتكم. على هاك يكذبوا عليكم في اسبريسو، هيبا بريسو، الدوزيب، ار تي ام، والتخربيق، والرابعه والسادسه، حيث ما بقى فيه الدم والو، غير كذوب. اما ما يسمى الجبهه الوهميه في نظركم، وهي طبعا ليست وهميه، هي حقيقه على ارض الواقع. اكثر من نصف الكره الارضيه معترفه بالجمهوريه الصحراويه، فهي تلقن الضربات تلو الضربات للمخزن. ما نذكروش يا اخوتي. والمهم هذا ماشي موضوعنا اليوم.
كذلك لا ننسى أن ننوه بهذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها، نعم المجهودات الجبارة والخارقة التي تقوم بها ما يسمى الفرقة الوطنية المغربية والمخابرات ورجال الحموشي والعالم والدنيا والدنيا والمغرب والمخزن، نعم من تفكيك خلايا إرهابية. اليوم اليوم نعم اليوم عاوتاني جابوا لنا الخبر تيقولوا لنا تم تفكيك خلايا إرهابية داعشية في طنجة. تصفيقا بيبا 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 بيبي بيمبون بيبا الحموسي بيبا ألا والزعتر أخوتي، ماشي تفكيك خلية داعشية إرهابية. داعش لم تبدأ غزوتها بعد في المغرب، حينما سيؤذن لداعش أن تنطلق بالتفجير والذبح والقتل في المغرب كما أمرت أن تفعل ذلك في باقي البلدان، هذا ما يسمى المخزن المغربي والمخابرات ورجال الحموشي والفرقة الوطنية والزعتر والدارك والسيمي، غادي تشوفهم يهرولون إلى الحجر الباب أبو دينا. صدقوني إني لا أضحك، ما في الدومش ما في الدومش، هذا الحموسي والمخزن ديالكم فوقاش ما أجبر ما يعمل، كيبدا يقول لهم راني تنشبر الخلايا وتنفكك الخلايا وتنفكك الذئاب المنفردة وتنفكك وتنفكك، وتجيبوا لنا ذاك المفكك مسكين هيدا تيخرجوا شي واحد بروليتاري مطحان فهمتي، مغطيين له راسو هيدا بشي دره فهمتيني، وتيقول لك هذا هو العقل المدبر وكان باغي يطرطق طنجة والصندالة في رجلو تتسواج الدراهم اخوتي والقندورة ديال 6 دراهم وباينة فيه فقير مسكين، ولكنه كان يفكر لغزو طنجة. حتى الروايات ما كيعرفوش يمثلوهم هاد المخابرات المغربية، مستوى طايح بزاف، كاع العالم كيعرف يدهمس العالم والحكومات كتعرف تدهمس الشعوب والزعتر كامل الا الزريبة، تكذبوا على الشعب شي كذوب هايدا باينين بحال اللي زعما الشعب سيصدقنا رغما عن انفه. فهيان مرة اخرى مصورين واحد الفيلم ديالهم هايدا في طنجة داخلين لواحد الدار، السيد بوبري هايدا جالس هايدا جابوه من عندهم اسم السيد بوبري، جالس هايدا مكمش في واحد القنت وحده واحد الطنجرة واحد بوطة جوج شمعات وشي موز بنقشة، قال لك تم القبض على العقل المدبر داعش. امشي ليماك امشي ليماك الحموسي امشي ليماك امشي ليماك الحموسي امشي ليماك، تتعلم تعلم تعمل المخابرات والشغل ديال المخابرات المصيبة الكحلة، قال لك الحموسي رجال الحموسي يا رجال الحموسي هذا الحموسي وهاد الزوبعة وهاد رجال الحموسي وغير في الزريبة اخوتي والله العظيم يفوتوا الزريبة مترو ما غادي يسوى والو، وزايدينها بديك الخبر قال لك الركراكي في ضيافة الحموسي ما تفهم والو اختي، الركراكي في ضيافة الحموسي الحموسي في ضيافة الركراكي، دابا شكون اللي مدرب شكون اللي مسؤول امني شنا الزعتة شنا الدولة جالس مكوز هيدا ديك الحموسي اخر جالس حدا الركراكي كيشرح له الخطة زعما كيفاش غادي يقضي على الخلايا الارهابية زعما في كامبو ولا شي لعيبة. المهم المهم نسدو هذا الموضوع هذا باش ندخلوا في الموضوع اللي عندنا اوكي، الموضوع هو ديك الشات جنسي هذاك الحساس اوكي اللي كيسميوه نور زينو ولا شي لعيبه بحال هكذا، طبعا هذا موضوع تناولته المنصات الاعلاميه هذه 6 شهور ولا 7 شهور دابا، ولكن خوكم عبد الحفيظ لدهائه وذكائه الخارق تيتسنى كما العاده حتى ترسو السفينه على الجود، عاد تيبدا في البحوث تاعو ما تيمشيش مع ديك الحمله ديال السبق الاعلامي وكذا وكذا، نو 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 ديما تيدير داكشي ديال التريوت تيجمع المعلومات وتيشوف وتيبحث بحال كولومبو. انا عندي واحد التساؤل بسيط جدا بالنسبه للمغربي اللي عنده المخ اوكي، المغربي والمغربيه اللي عندهم المخ وحده المخيخ ما عندهمش شي حاجه اخرى تما عملنا لهم مخزن، نو نو عندهم المخ فطري طبيعي، كيف يعقل كيف يعقل كيفاش اخوتي ناشط مغربي في بلجيكا يدعم الحراك الشعبي في المغرب ويشارك في المظاهرات والوقفات الاحتجاجيه في العواصم الاوروبيه، ما تيسب ملك ما تينعتو بشد جنسي ما تيقول فيه حساس والو، مجرد ناشط داعم للحراك، النهار اللي دخل لبلاده المغرب في يناير اللي فات وبمجرد ان وطأت قدمه الشريفه ارض بلده المغرب في مطار العلوي بالناظور تم القاء القبض عليه، شدوه المخزنيه داوه للمحكمه مباشره الى السجن ضربوه باربع سنين تفهمنا، وقيل الى حدود الساعه القضيه مفهومه اوكي، وطبعا هذا الشخص هذا ماشي بوحده ربما شي عشرات الاشخاص، نعم نشطاء الحراك في اوروبا مغاربه مغاربه اقحاح نعم عايشين في الدول الاوروبيه وكيشاركوا في المسيرات
اللي كينظموهم الجاليه المجليه دعما للحراك في المغرب. اوكي ما تيسبوا ما تيقذفوا ما والو، كيقولوا خصنا الحريه خصنا الكرامه خصنا نهمهمو خصنا الثروه بلادنا نستغلوها خصنا خصنا نتوما عارفين ديك الاستوريا، خصنا سبيتر خصنا المدرسه خصنا الجامعه خصنا الطريق خصنا نتوما عارفين. هادو كيوصلوا للمغرب كيشدوهم كيديوهم للحبس. واحد الشخص اخر اللي هو نور زينو كيعمل فيديوز وكيعمل لايفات وكيقول في الملك الحسن الثاني او ديش من الحسن الثاني محمد السادس ما لم يقله مالك في الخمر. وحيت الشعب المغربي واحد الشعب كيحشم بزاف كيحشم ما علينا وما كيبغيش يسمع ديك المصطلحات وكذا، كتبوا نور زينو وغادي تشوفوا شنو كيقول. ودخلوا للتيك توك ودخلوا للفيسبوك ودخلوا اليوتيوب وسمعوا شنو كيقول هذا بنادم على محمد السادس. انا اخوتي بالنسبه لي رايي الشخصي، اذا كان رايي له وزن عندكم ايها المشاهد الكريم، بالنسبه لي المجيء بديك غانا للمغرب عنده معنى وحده او لا عنده جوج المعاني لا ثالث لهما. هذا اما الاعلان غير الرسمي وغير المباشر من طرف الدوله المغربيه ان قائدها حساس. الدوله المغربيه بغات تقول للشعب المغربي بواحد الطريقه غير مباشره مالك ديالكم فيه الفارة. ما عرفتش علاش الناس كتجيو مغربي يسمعوا هذا الشيء هذا، رغم ان داك الشيء عندهم عايشين فيه كاملين كيشوفوا الفساد اللي كاين في المغرب. شمن المصطلح بغيتو نقولوا الا ما قلنا شي حساس؟ قوم لوط، واخ قوم لوط اسيدي. بغاو يقولوا لكم غير بالفن، بغاو يوصلوا لكم بطريقه ذكيه ان قائدكم العظيم، ان نمرودكم حساس صغير. هذا الشيء اللي بغاو يوصلوا لكم. يعني ملي غادي تشوف انت واحد السيد كيعمل لايفات وفيديوهات وكيقول للشعب اخوتي المغاربه راه الملك تاعكم حساس، وغادي تشوف في نفس الوقت مدخلين به للمغرب وكيمشي للرباط وكيعمل ندوه صحفيه ومن بعد يرجعوه للمطار الدربيده ولا طنجه ويمشي يرجع بحالو اسبانيا كان شيئا لم يكن. اذا كيقولوا لكم بطريقه غير مباشره ديك الكلام اللي كيقول ديك السيد راه حقيقه. هذه وجهات نظر، هذه وجهات نظر. ستكون شعبا غبيا جدا إذا اعتقدت أن مجيء ما يسمى نور زينو إلى المغرب هو صدفة. ستكون شعبا غبيا، ماشي صدفة أخوتي. إما الدولة بغات تقولكم بأن الملك ديالكم فيه طرق طق 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 طق، أو لا وجهة النظر الثانية، الملك ومملكته وأجهزته في حالة ضعف، في حالة تقهقر، في حالة عجز. إذا الملك والأجهزة دياله اللي تسطر مع الطيور بق ما يزهقش تخربيقة العالم، إذا هذه الأجهزة هذه سلمت بهذا الأمر فمعناه أن الملك وأجهزته ضعيفان جدا. هادشي اللي كاين. بعض المسؤولين في الدولة، بعض المسؤولين في الأجهزة القمعية والأمنية والمخابراتية كيستدعيو شخص معروف كينعت الملك بأنه حساس في اللايفات ديالو، كينعت الملك بأنه مثلي، كينعت الملك بأنه شاذ جنسيا، ويأمنوا دخوله للمغرب وخروجه من المغرب. إذا أخوتي منطقيا وعقلانيا غادي نوصلوا لواحد النتيجة أن الملك وأجهزته عاجزان أو لا؟ هذا هو الانطباع الأولي الذي يتبادر إلى عقل المتلقي ملي كيسمع بحال هذا الخبر هذا. وفي نفس الوقت ملي كيدخل واحد ناشط في الحراك عايش في برجيكا ما تيسب الملك ما تيقول حساس ما تا شي حاجة تيشدوه تيضربوه بأربع سنين ديال الحبس، وأنت باغي تقنعني بأن القضية هي انه الملك مسكين هناك. شنو التخربيق هذا؟ اسمه التخربيق اخوتي، هذا اسمه التخربيق. ناشط في الحراك كيدخل للمغرب كيطيروا به في المطار وكيديوه للمحكمه، من المحكمه كيمشي للحبس، كيمشي للكارسل، كيمشي للالكاتراس، يجوز اربع سنين ديال الحبس، لا محامي لا استئناف لا زعتر. هذا السيد هذا ما كيقول والو، هذا السيد كيقول باغي الحريه في المغرب، واللي كيقول الملك حساس وشد جنسي كيدخلوه ويخرجوه. اذا بالنسبه للملك من الأخطر؟ واش اللي كيطالب بالحقوق ديال الشعب المغربي أو اللي كيفضح الحياة الجنسية الخاصة بالمالك؟ من هو الأخطر بالنسبة لكم أنتم إذا كانت عندكم عقول؟ طبعا طبعا الأخطر هو اللي غادي يفضح الميولات الجنسية بالمالك، لأن المالك حاكم القطيع بالقضية ديال الجلابة واللحية وقضية أمير المسلمين ولا يعني مسألة دينية. واش ماشي معايا في الخط ولا ما ماشيش معايا في الخط؟ المهم خلاصة القول، إذا كان هذا النظري هذا ليس حقيقة، ها؟ النظري اللي كان آمن به أنا أنه هاد الزوبعة نور زينو ما هي إلا إعلان غير رسمي وغير مباشر للشعب المغربي بأن الملك ديالو حساس، بغاو يقولوا له الملك ديالك حساس وحشموا يقولوها له مباشرة،
وجابوا هاد خانة اللي تيقولها خارج المغرب ودخلوه للمغرب مكرما معززا وخرجوه مكرما معززا. وانا طبعا باقي كنتسائل الشعب المغربي اللي باقي ما فهمش بان الملك ديالو حساس رغم هادشي كامل اللي كيشوف. طبعا قبل ظاهره نور زينو كانت باينه بان الملك حساس. حق الشعب ما بغيش يفهم هاد القضيه ما عرفتش علاش. ما علينا، اذا كان هذا النظري هذا ليس حقيقه فكيبقى واحد النظري اخر اخوتي، وكتبقى واحد النظريه اخرى. اما واما اما بغاو يقولوا الملك حساس بطريقه غير مباشره للشعب حيت حشم يقولها ليهم مسكين تيحشم هو. الحقيقه الثانيه هي ان الزريبه الان تعيش مرحله تقدو الكتف بين الدوله والدوله التي هي داخل الدوله. فهمنا؟ هذا هذا على هضره ديال الخاوه، الدوله والدوله داخل الدوله. اصلابيت يا عبد الحفيظ، ضروري نصلابو، الوقت بغى هايده والشعب المغربي كامل خصو يصلاب وكامل يولي حرش بس تقد ديك الارض هذه. الا بقيتو مخلوعين وخوفانين هزكم الماء الى الابد. ما علينا اخواني اخواتي، ما كاينش شي تفسير اخر. اذا واحد الشخص غادي يدخل للمغرب وهو كان كيفضح النزوات الجنسيه ديال الملك، كان تيقول على الملك ديك الشيء اللي ما تيتقالش، نتوما تفهموا، كان تيقول عليه تيدير مع الرجال وتا تا 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 تا. الا واحد الشخص بحال هذا غادي يدخل للمغرب والمالك ما راضيش عليه والمالك ما قابلوش والمالك كيكرهو، وبالتالي هذا الشخص غادي يدخل ويعمل ندوه ويجيو الصحفيين والاعلام وكذا ومن بعد يسالي الندوه ويخرج، اذا المعنى ان الملك ضعيف. صافي جوج حاجات، ما عندكم شي خيارات كثيره. اما واما اما مسرحيه باش يقولوا الشعب الملك حساس، اما الملكيه حقا في خطر. دابا هاد الاجهزه هادي، ها هاد الجزء من الدوله وهذا الجزء من الدوله العميقه، ها اللي نفترض جدلا انه باغي يخربق الكواغط للملك مثلا وغادي يجيب واحد الشات جنسيان ويدخلو ويخرجو. دابا هاد الناس هادو هادو اللي غادي يقول هادشي على الملك مرحبا، واللي غادي يفضح الفساد الدوله تيشكل عليهم حتى هما واحد الخطر ويدخلوا للحبس. كيفاش التخربيق اللي عندكم؟ المراه كتكتب تدوينه تيضربوها بخمس سنين الحبس، صحفي كيكتب مقال كيضربوه بثلاث سنين الحبس، ونفس الاجهزه كتجيب واحد كيقول الملك حساس وتدخلوه وتخرجوه. شنو هذا التخربيق اللي عملتوا لنا دابا؟ انا ما كذبش عليكم خوتي خواتاتي، كنبقى نفكر نفكر في الاخر كنوصل لواحد النتيجه. هذا عمل مدبر، نعم، من طرف المخابرات والقصر، نعم، باش يقولوا للشعب وتهنى صافي تهنى، ما تبقاش شاغل بالك واش الملك حساس ماشي حساس، الملك راه حساس، صافي وتهنى صافي، هايدا بغاو يقولوا لنا هايدا بالادب، هادشي اللي تيجي من الله اخوتي، ما كاين لا جهاز ولا اجهزه ولا، ما تنضلش، حنا ما كرهناش تكون شي معارك طاحنه بين اجهزه الدوله، لا. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين منذ الصبا ونحن ندعو هذا الدعاء، ولكن في قرارات انفسنا نحن نعتقد بالاشياء الاخرى، نعتقد بانها مساله مدبره. تقدر تكون شي حسابات وكذا، قلقها هالهمه هالمجيدي هالمالك هالمخابرات هالمنصوري هالحمود، تقدر تكون ديك التدافعات حيت هما في الاخر كاملين خصهم يمشيو بحالو. فهمت؟ النظام خصو يتبدل اخوتي، المغرب خصو يتطفى الضوء ويتشعل من جديد باش نتقدو مع البشريه ونوليو بشر بحال الناس. هادشي كاع خصو يمشي، هادشي كاع التخربيق كاع خصو يمشي. بالحق ما تعجبناش بنادم يبقى يضهم صنع يقول لينا لا ولا تما شي حاجه وهذا ما فرازوش وهذا راه تيدير في هذا، نو 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 لا اعتقد بذلك. واكثر ما هادشي هذا بدينا كنسمعو دابا الزوج ديال الملك ابو زعيتر قال لك كيمنع مولاكم الامير الازرق اغنى بطالي في العالم، الامير رشيد ها خادم مالك هذاك اللي معبس ومعصب اغنى بطالي في العالم والزرود والفلوس والملاير وكفران في الشعب ومعصب ومعبس في الشعب. شو شنو عاملين لهذا الشعب مسكين؟ والبيطالي والمزلوط والمطحون خصو يضحك ويفرنس لهم ويبين لهم بانه سعيد بالزلط والفقر ياك بحال هذا. وقال لك سيدي ابو زعترة ويمنع حتى الامير الازرق من لقاء اخيه محمد السادس. غادي زادوا فيها اخوتي ولا تصوروا معايا هذا المشهد اخوتي، تصوروا معايا هذا المشهد هذا. دابا انا محمد السادس وجالس حدايا خويا العزيز ها رشيد ها وتنذكروا هذا في المشاريع وكذا، شحال مليار دخل اليوم شحال مليار خرجتي شحال تنتي شحال دفعتي شحال درتي شحال وغادي يدخل ابو زعترة وغادي يقول له ايه رشيد جمع خلوعك اخويا جمع خلوعك، تصوروا معايا هذا المشهد اخوتي. وقال لك اخي هادشي اللي كيوقع الايامات في القصر. ايه والله قال لك ابو زعترة كيدخل تيجري عليهم كلهم اخويا تيتبتهم كاملين اخويا الله يستر وصافي. وقع له تقريبا دابا محمد السادس بحال اللي وقع للخليفه الامين ابن هارون الرشيد
مع معشوقه كوثر. نعم هذاك صاحبه ديال الخليفه الامين الملك ديال المسلمين الامين الخليفه كتسميهم نتوما خلفاء وخاص كيريا وخولاد الحرم كيسميهم خلفاء. نعم مالين هذاك الخليفه الامين اللي ورث العرش ديال هارون الرشيد كان عنده صاحبه اسمه كوثر. قال لك اسيدي كانوا كيقيلوا يجريوا في القصوره ويضحكوا وتكحكيحوا الترابيز والتقليبات كيجيبوا له المستشارين العسكريين والسياسيين الملفات ها كيفاش خصنا نتحاربوا ها كيفاش خصنا نجيبوا الجبايا الضرائب ها كيفاش هكذا الثوره هكذا هو كتعرف مدرع عليك بديك كوثر كيبوسو في بعضيتو حق الله العظيم اخوتي كيقول لهم خلوني اذهبوا اتركوني مع كوثر حبيبي اخوتي الهوى سلطان الهوى سلطان بشكي للزمان بيقول للزمان على القلوب الهوى سلطان هباب على مصيبة هذه محمد السادس مزعود في أبو زيتر إلى هالدرجة خرأت عليك أيها الشعب المغربي صافي الله يجعل البركة انتهت الأمسية هذا النهار هذا لم يبقى لنا إلا أن نبارك للشعب التركي الشقيق انتصار اردوغان. طبعا اردوغان فاز ولكنه ليس فوزا ساحقا مما يعني ان نصف الشعب التركي ضد الاردوغانية. هادشي اللي كاين اخوتي اخواتاتي وكنت ضروري ادلو بدلوي في القضية هذه لانني هذه المسألة ما تهضمت ليش يا اخوتي وبالتالي فكرت ماليا ووصلت الى هذا الاستنتاج العبقري ان القضية وما فيها بغاو يقولوا لنا راه سيدنا في داكشي اللي ما تيتقالش هذه هي القضيه ديال الزياره تاع نور الزين والمغرب وتهلاو ليا فراسكم.